صح شريبتكم، مرحبا بكم في الاختبار. الليلة ضيفنا باش يتحط في سيناريو ياسر صعيب، كيفاش باش تكون ردة الفعل وقت اللي يتحط الفنان حيدر أمير في الاختبار؟ مشاهدة طيبة. اوكي، احنا نتكلموه في الشارع، اما كي ندخلوا لديارنا نقدروا ما نحكيوش. مش لازم تستعمل لك اللي كوموه هذوك باش انت اليوم توصل ميساج معين، تقول لي هذا الشارع اللي موجود فيه يبان يا باه يسار في الشارع. والشارع عايزك تعمله ثلاث مو انت باهي. اوكي، فما الحاجات الخايبه، من الحاجات الخايبه تريتيها باش نحيها باش نداويها. علاش بيجيك هكا؟ علاش بيجيك؟ علاش بيجيك؟ علاش بيجيك هكا؟ علاش عملتي الفضايح قدام العباد؟ مانيش في الدار رانا، مانيش في الدار. نحي نحي نحي. ميرسي ميرسي. مانيش في الدار. بغنفة باش نخرج نتفرهد تمرج. ريف. ريف مدام، مدام سمحنا. نعم سيش كلمات تفضل. معناتها مش فضايح راه، ولا عادي واحد يمكن عنده مرض، يمكن كذا، يمكن مريض بالالزايمر. مريض خير على خير، معناتها الالزايمر سي با فاسيل حتى تعرف مدام. معناتها ما انت تعبني تعبني برشا، تعبني تعبني يغزر بلبس الدنيا كل كطفل صغير. يا مدام يا اخي تو انت تعرف الالزايمر ايش معناها ولا؟ هاني نعرف، عندي 5 سنين انا معاه هكا. ان شاء الله ربي يطول له في عمره حتى 5 سنين اخرين، وتو يجي نهار تقول ما صاب يزيد 5 سنين اخرين وما عندك حتى مزيه. يا مدام كان تعبت علي راه. تعبت انا تعبت. يا ما عندك شيء مزيه، شنو فما واحد يتعب من بوه هو تعب شويه باش كبرك رجعك مراه قد هكا. احنا اربعه، احنا اربعه. سامحني راه وانا نتوجع في الحكايات هذه، ما نحملش في الناس هذه. انا بابا الله يرحمه نتمنى يرجع لي نهار. مريض بالالزايمر. احنا اربعة، احنا اربعة وحل في راسي، هذا وحل في راسي انا، ثلاثة اخواتي الاولاد مشاو خلوه. نحي مثل بيت، نحي 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 قلت لك، نحي قلت لك، قلت لك نحي نحي. عايش اختي، يزي بلاد بلبيس، عايش اختي، يزي عايشك، يزي يزي يزي. انت على اعصابك، عايش اختي، انا راني نعرف عديت به الشيء. عايش اختي، ما يجيش تعمل له هكا قدامي، وراهو عادي الناس كي يشوفوه ياكل بيبي. مش عادي، مش عادي، يجي يحشمني اقسم بالله العظيم. احسبوا بوك يتحشم منه كي يعمل هكا. ايش عايش معاه 5 سنين تشوف قديش قصير، نعيش معاه حتى 10 سنين، ايش خص بابا يرجع لي انا نهار ما نجمش نتفرهد، تعبت، توفيت فاطمه الله يرحمها. فاطمه لك توفيت فاطمه الله يرحمها، انساها فاطمه. فاطمه امي الله يرحمها. الله يرحمها ان شاء الله. فاطمه توفيت سي هكا هكا تعملنا هكا تعملنا ما تعملش البوكا كيكا. انت برا مش فيك شيء، فما ناس تتفرج عليك، فما ناس تشوف، انت علاش تبكي؟ انا عايشه الكوتيديان نتاعو هكا، عايشه معاه. انا متعبني، انا بقول فا باش نتفرهد ما نجمش نتفرهد هكا. تعيش مع بنت هكا ارتاح، جيب خوك، جيب حد يتلاقيه هاري ثلاثة. ما فما حتى حد، ما فما حتى حد يجي وحدي وحدي. ما عايش تعيط عليه. عايش اختي علاش خرجت القهوة كي انت هكا على اعصابك؟ خرجت القهوة باش نتفرهد هكا تتفرهد. هاو ما خلانيش نتفرهد، هاو ما خلانيش نتفرهد. شوف اش يعمل ها، لا قدرت ناس في القهوه ولا قدرتنا احنا. بليش دخلكم انتم فيا؟ والله لا تحشم، والله لا تحشم، والله لا تحشم، والله لا تحشم. كنت قبيله ساخط عليك، والله لا تحشم. تحب انت شكون يعيط عليك هاك؟ تعيط عليها وشنا اللي يعيط عليك؟ تحب انت شكون يعيط عليك قدام العباد تفرج عليك؟ عيش اللي نعيش فيه وعيط عليه مساج، عيش اللي عيش نعيش فيه. ما نعيطش عليه، نبوس من راسه ونساقيه نبوسه انا هكا. تعمل يجي زهير تنبدل. شنو هذا؟ علي تخلي فيه يبكي هكا؟ زمان كز روح بيه يعني، انت وطرت اعصابك ووترت لحتى وطرته حتى رأيت ساسي تراند روح في بنيك معك. اي اذا كان اي ما عنديش الحق نخرج على روح في بنيك. ما تخرجوش اي كان نتاع ويكا ما تعليش سحران الزحف. ما هوش علي عادي، ما هوش علي
علي. ماهوش علي قلت لك. علي. أنا بدي نطلب منك سمية. أنا أتمنى أنت تطلب سمح منك. ما نطلبش. لا ما يشيش اللي تعمل فيه عايشتي. والله ما نطلبش أنا تعب. كما رأوا بالحق حبيت نحسك. أنا ما حس بي حتى حد. أنا تعبت. علي. أنا تعبت ما حس بي حتى حد. علي يا بابا شو اسمه؟ ولده ولد أخويا. اسكت شوي اسكت اسكت اسكت. علي. شو اسمه أبوك؟ سالم. بيت نجم تسكت شوي تنحي العصب هذا. علي. طالما تعمل معاه. علي. هو طوى شيخ على حيد سيد علي بابا سالم علي هذا شكون علي علي ولده ولد. علي ما يجيهاش لا يراهمش لا يجيو بحيد بحكي عادي راهو كيما علي خايلك انت علي فهمت علي زهير ديرني شفتني لا نامش ها ما نجمش تتحمل مشهد كيما هذا شفت ما نجمش تتحمل انت ملينا قداش نتحمل شفت انا قداش نتحمل ما تحملتش لي كومبورتمون انا كومباتي تجيني من بعيد تقول لي كومبورتمون انا هذايا او في ديزاني شفت ما نجمش تحمل انت ملينا قداش نتحمل شفت انا قداش نتحمل ما تحملتش لي كومبورتمون انا كومباتي تجيني من بعيد تقول لي كومبورتمون انا هذا او في ديزاني هذا او في ديزاني راني نحكي لك انا ما نخرجش ما تفرهدش علي يا علي بابا سائل شو اسمه بو علي اجا حيدر لحظه بس علاش تبكي تو اسكت اسكت يا حيدر لحظه ايش ايش يسيرش بيسيرش تا تسكت انا ما تفهمها لو نعرف واحد يوصل يتعب وكذا ها اسمعني ها باش نخليهولكم باش نخليهولكم ونمشي على روحي وكاهو انا ما عادش نتحملو يقعد فيها وكاهو ربي معاك والله ما نقعد معاه اقعد فيها ايش انا باش نقعد بحديه يا حيدر ايش بيك ولا انا حاسس بروحي في الكاميرا كل شيء بالحق نعرف سيتياسيون صعيبه لا 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 حاسس بروحي في الكاميرا كل شيء كاميرا كل شيء وين شو معناتها الحقيقه ما مشهد كيما هذا ما نجمش تحمل فيريتي راجل في تعمليه كيما هكا وبنته تعيط عليه قدام كيما احنا ممثلين قويين برشا برودكشن شو معناها كاميرا كل شيء وين قلت لك حاسس بروحي نتفرج في مشهد كانوا بتاع كاميرا كل شيء تحبوا تمشيوا تكملوا لونتروتيان انا راه مش باش نقعد باش نمشي نقعد هنا ما يقلقنيش تحبوا تمشيوا تاع الاخرس هذا ما انا تنقعد اسمي عندي انا السيد هذا قبل الخدمه وقبل لونتروتيان وقبل كل شيء ضحكني انت والله تعمل لي كاميرا كاشي وين بلا كاميرا كاشي وين الكاميرا والله ما صار نجم نضحك يا حيدر كيف والله سيرمو انا المشهد يضحك ويبكي في نفس الوقت ما انت معش ما عادش ما عادش معناها واحد الزين حاجه انت ما زلت شاكك انها حقيقه معناتها والله مش تحكي بجدك ولا انت عشت مع واحد الزيمار لا جو سي معناتها انت ريت واحد قريب لك الزيمار هي دونك تعرف دو كويس اجي هذا يمثل ولا الزيمار مش نحكي لك رده الفعل زوايد إيه أنا نفهمها شوية راني يا حيدر وي معناتها تقول لك خواتي تيشو تقول لك خواتي تيشو وأربع سنين هي تعاني فيه ولا خمسة سنين فهمت لا عرست لا عملت حتى شيء ما فهمتش أنا كيفاش ولاده تيشو أنت تقعد ما تعرسش حياتها كاملة مادام هو في بيان سور هذاك متفاهمين فيه شنو تحب فاطمة تجي
هز تليفونها. هزت ساكها تليفونها. فاطمة هيا جيت. ها؟ جيت ولا ما جيتش؟ حلقات هذوما سبيسيال عملتهم نهديهم الروح بابا اللي توفى الله يرحمه بالألزيمر، ونحب نقول مساج مهم جدا، راهو مهما كان مرض بوك ألزيمر ولا غيره، وبو ما يتلوحش، وفي لحظة معينة راك تتمنى تقيمه من قبره جست تبوسه من جبينه. دونك ردوا بالكم على بوكم وردوا بالكم على أمكم وعائلاتكم. هذاك المساج اللي حبيت نعدي من الحلقة هذه. خويا كاميرا كاشين تاعنا اسمع الاختبار، نجيبوا شخصية معروفة ونعيشوها اختبار معين، السيناريوهات يتبدلوا. سلمنا على الجماعة وقول لهم رمضانكم مبروك، واستنونا على جورة تي في الاختبار مع أخوك زهير. خير وحقيقة فاجئتي زهير مواهب التمثيل هذه أول مرة. الحمد لله. باهي بطلوا الأنيماسيون ولا ممثلينك؟ أما على الأقل مثلي كاميرا كاشين ما رعبتنيش. لا نحبوا نخرجوا. سي هيما معناتها. لك علاش حبيت نعرف شنو اللي حسيته معناتها؟ المجتمع التونسي أون أكسبت با معناتها الحقيقة سي جونغ دو كومبورتمون. نتمناو ما يكونوش موجودين في المجتمع التونسي. مي موجود. موجود أوكي، مهما كما عانونا واحنا صغار نحن لازمنا نقوموا بهم وهم كبار. انا بابا لين عمره 90 سنه معناتها لا تغيير مينوت وحنا تحت. الله يرحمه ان شاء الله. ان شاء الله يرضوا علينا في الدنيا والاخره وان شاء الله يسامحونا معناتها. وهيك الكل نعتبروا احنا ممكن حتى مقصرين في حقهم. باللي باش تعمل مع عائلتك ناقص. الدنيا ممكن نعمل معها الدوبل والتريبل. وهذاك ما تحسوا كان كيوفه كل شيء. كان كيوفه كل شيء. رمضانكم مبروك. رمضانكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين.